الحكومة الحالية طول فوز كالفو، فهمتني، قاعدة تعمل في المستحيل نتاعها، نجمو نعاونوها بعد نحاسبوها، أما توا نحاسبوها قبل ما نشوفوا حتى شيء يظهر لي حاجة كبيرة برشا، فهمتني. والثورة رأي الثورة ما تتقيمش بثمن نارو. بالنسبة للإصلاح الإداري ماذا بينا معناها تكون فما إجراءات فعلية معناها وتتقدم معناها تستند على الكفاءات، ما تستندش على الشيء، فما ناس عندها كفاءة في الإدارة نجم تصلح، نجم تقدم مقترحات وتنجم تقدم الإضافة للإدارة، مش الإدارة نجم تقدم خدمة للمواطن عفوا. يمكن حبيت نقوله من المواطن التونسي، عملنا ثورة صحيح وخسرنا أرواح صحيح، والأرواح هذيك مش باش تكون رخيصة كما طول المواطن التونسي يتشك على غلاء المعيشة غلاء. وهذه ثورة تاخذ وقت، ماناش في عام ولا في عامين باش نرجعوا نوليو كيما اوروبا اللي نعطيو بها المثل. فهمتي، فرنسا الثوره نتاعها دامت 100 سنه صحيح، مازلت في الادارات، فما مازلت فهمتني سكون ابل دي كاتافر دون لي بلاكار. هذا الكل يلزم وقت، فهمتي، يلزم المواطن التونسي يتعلم يصبر، هو صبر البرشا مازال شويه. المحاسبه في الادارات ما صارتش بالكل جمله، حافظوا على نفس الهياكل والإطارات القديمة اللي معناها فيهم ناس يخذت مكافآت استثنائية وقت اللي هي مساهمة في التستر، نعاود مليح، مساهمة في التستر على الفساد. إذا كان ما نقولوش هم فاسدين، هم متسترين على الفاسدين المفسدين، ولذا ماذا بينا شوية تسريع في الحالات هذه، خاصة المظالم، عندنا برشا ملفات نتاع مظالم، ارفعوا المظالم على الناس. أمون أفي أنا بالنسبة لي أنا فهمتني، كل ما هو اقتصاد في البلاد ما نجمش يدور إذا كان سيستم بنكير مازال في السيتياسيون أكتيال نتاعو. نستناو شوية على السيستم بنكير، نستناو شوية فهمتني، ومازال عندنا الوقت، والثورة ما تتحسبش بعام وبعامين وبثلاث سنين، فما ثورات دامت مئات السنين، وإن شاء الله غني دون لا بون فوا. وربي يستر وقتها. بلادنا باهية برك، غير شوية تصليحات خلوهم يخدموا جماعة الناظر، فهمتني، تصفى الأمور. أما كاية المشاكل كاية، وكل واحد يجبد الروح ما تصفيش، فهمتني. الثورة ذي عملناها، عملوها البطالة، ما عملها حد. البطالة ذوما باش يشوفوا لهم حل. مش يعني استنفعوش منها ذو البطالة، استنفعوا منها الناس اللي لبس عليها. آلاف الشباب راحوا برواحهم على البلاد هذه باش جابوا لهم هما الاستقلال، وآلاف الشبان ماتوا في الثورة هذه باش الناس هذوما يشدوا الحكم، وشدوا الحكم شنو يعملوا الحكم؟ ما عملوا شيء خويا، ورونا الفلوس بالبالة، وفي الآخر قال لك باش يعطوه هما لبعضهم التعويض. الشباب مطيش كله بطل، هو مطيش في القهاوي، تو هاي الأحداش والغداش قبل شوف القهاوي كله معبي بالشباب، ضايع البيت يسكن في الليل ما لقاش من الهم من الميزيرة يبات يسكن في الليل، فهمت، وتبات الأحياء كلها معناها عبادها خايفة، تبات في الليل خايفة، الناس خايفة، ما كل الناس هذوك خاطر ما يقم يعمل يلزموا باش يسرق باش ياكل، يلزموا في العباد في الشباب باش هاتوا ولا يسرق، ما لقاش خاطر لا خدمة ولا لقاش شكون باش يعطيه حق باكو دخان في النهار، يلزموا باش يسرق ويلزموا باش يسكن، فهمت. ولا سيدي بوزيد ولاد القصرين بطالة والفقرة ودرا شنو يا اخي، هذا جديد يا اخي، البطالة جات توا بعد الثورة والفقر جاء بعد الثورة، تي عندها 23 سنة و 30 سنة 35 سنة بطالة وفقر وتهميش، وهما يعرفوا في حد ذاتهم يعرفوا اللي معناها ما فماش حل توا. نحولوا معناها الفلوس هذيك اللي باش تمشي للزيادات نحولوها نقلقوا بها مواطن شغل واستثمارات جديدة. هذا يا مجلس النواب يحب ياخذ شهرية كبيرة، وانا ناخذ 260 دينار نمشي ناكل الخبيزه، ما عادش فما خبيزه بالبلاد، ما عادش تطلع، قتلوها بالدويات وبالجراثيم وبالميكروبات وبالزبله، ما فماش حتى الكاميونات ما عادش تنزل الزبله، نحزوا فيها وحدنا احنا خويا. الارقام هذيا كي نقولوا 800,000 عاطل راهي موروثه، الارقام موروثه من العهد السابق ونحن نشك في مصداقيتها. مش نعطيكم مثال على ذلك، يعني كتجي إعانة اجتماعية لمنطقة معينة، نفترض جدلا توا احنا في العين ونجيبوا مثلا ميزانية نتاع 600,000 دينار، 600,000 دينار كي نقسموه على 200 عائلة، كل عائلة تاخذ 300 علوش وتعيط،
احنا كي نجيو للمنطقه هذيك اللي فيها سميد الدينار نلقاو 3000 يحبوا ياخذوا الاعانه، اللي عنده واللي ما عندوش. ضربات في كل بلاص، الناس كل عامله ضربات من الوسخ من الشر من البطاله من العراء من المكاتب. تجي انت الجامعه وتجي تبعث لها اربع بانديه مازالوا يقروا العباد، تمشي الباب بحر تحط فيه 20 سارق، فهمني؟ والبوليس يتفت يقول لك خويا خليني لا يضربوني بشفره، انا خليني ما نتكلمش، انا ما عنده حتى ما عادش عنده قدر الحاكم، الحاكم ما عندوش قدر توا. العدد نتاع الضربات اللي وقعوا في تونس اوروبا كامله في 10 سنين عندها الضربات هذيك، بطبيعه الحال معناها الضربات الاعتصامات خروج برشا شركات باش ياثر في الوضع العام في البلاد، وفما اطراف اللي احنا لازمنا نفهمهم بالضبط، الاطراف هذه قاعده تزرع في الفتنه، والتونسي بدا يفيق بها الواحد تلو الاخر، ولقينا اللي هما مثلا فما ناس ماذا بيهم، انا ما نعرفش نقولوا شكون هم الناس هذوما، ماذا بيهم البطال يقعد بطال واللي يخدم يولي بطال، علاش؟ مش البطال هذا يقعد وقود التحركات نتاعو والاعتصامات نتاعو، يظهر الفكره واضحه. هذيك هي معناها الافكار اللي يروجوا فيها باش يكسبوا في نقاط للانتخابات المقبله. نحب الشعب التونسي نتاعنا يقيم اداء الحكومه من خلال المجلس هذا. الفترة هذه ماهيش فترة معارضة، هي فترة معناها ناس تخدم بعضها وتعاون بعضها لمصلحة البلاد، والحكم هو تداول، تداول السلطة هي تداول، معناها فما انتخابات جاية ينظموا رواحهم ويورونا شنو ينجموا يقدموا لمصلحة البلاد. أنا نتمنى نهار من النهارات في المجلس التأسيسي هالنواب هذوما فيهم ناس فطاحلة نتاع سياسة وفطاحلة نتاع اقتصاد، نحب نشوفهم نهار يناقشوا في موضوع اقتصادي. قاعدين نكونش في نقطة نظام. نحلوا التلفزة نتفرجوا في المساسيسي نقطة نظام نقطة نظام، هالنظام هذا توا مازلنا ما لقيناهش. ماذا بينا نقصوا من التجاذبات ونخليوا الناس تخدم على رواحها، وحتى لو كان ما عندهمش خبرة راهو إذا كان باش نجيبوا واحد عنده خبرة باش نجيبوه من النظام السابق. ماذا بينا نخلي الناس تتعلم حتى كان يغلطوا يصلحوا وديما نمشيو. قولوا للحكومة إزاي زاد من التجاذبات السياسية، إزاي من العرك السياسي، بس نتلاقوا شوية بالمواطن، فهمتي؟ معناتها نحاولوا نوفروا له أموا العيش الكريم. كان جو خذاو نخبة من الكبار وتشاوروا الناس الكل وتضامنوا، حطوا اليد في اليد وخموا على البلاد، خموا على تونس، ما خموش على الكراسي. فهمني؟ كان خموا على تونس راهم نجحوا، أما هم كل واحد يخمم في روحه. كل واحد يحب جايب شكارة فارغة باش يعبي. الحكومة اللي ولاها ربي الأمر على الشعب هذايا، فهمت؟ يلزمو يدخل بحقيقة، يلزمو يخدم بحقيقة ويعدل، يعدل في ثروات ربي، خاطر ربي سبحانه عاطي ثروات باش نعدلوا فيها، باش كل حد ياخذ حقه، الفقير والغني. باش نقول للعباد يزيو من الاعتصامات، يزيو من الإضرابات، نخدموا البلاد راهي داخلة في حيط، نحاولوا كيفاش كل واحد من بلاصتو وكل واحد من معناتها من بقعته يحاول باش يخدم شويه البلاد هذيا. ميساج لكل مواطن تونسي يعني يخمم في البلاد قبل ما يخمم في روحه وفي جيبه. يخمم فهمتني في الجيراسيون اللي جايه. المطلوب انه فهمتني التوانسه الكل تتفاهم وتتكاتف الجهود الكل للخروج بتونس الى بر الامان ان شاء الله. باش نقولوا لها الحكومه هذيا تتلهى شويه بالعباد، فهمتي تتلهى بالمواطن، فهمتي تتلهى بالمعيشة نتاع المواطن، راه المواطن ما عادش ينجم فريمون ما عادش ينجم خالد حتى على قفته اليومية. إن شاء الله الحكومة الجديدة هذه فهمتني تكون حكومة باهية فهمتني، والنهضة باهية شوي وقت يعني مسألة نتاع وقت فهمتني. احنا الطب هذوما نتاعنا معناها السياسيين ماذا بينا قبل ما يخرجونا الدواء ماذا بينا يعملوا دياغنوستيك، خاطر أنا بصراحة السؤال هاو في المطلق ونسأل فيه حتى رؤساء الأحزاب السياسية. أنا نعرف منهم ناس من تونس الكبرى ما يخرجش ويبدا يحكي ساعة ساعة على المناطق الداخلية وعلى المشاكل اللي فيها، مش مشكل. نلتمس لأخيك عوض نقولوا له خونا ما فيها باس كان تدخل الأماكن الداخلية وزيد تشوف، باش على الأقل كي تحب أنت تعطي الدواء يلزمك تشخص الداء منه. أنا نقول إن شاء الله ربي يقدر الخير. ما كانش راهي بتزيد تغمق، قبل جاي المطر ومش يجي الشتاء وتشوفوا الزوالي هو باش يمشي بها، اما هذوك مدبروا البلايص. نتمنى للشعب التونسي
الخير، واتمنى لتونس الخير والسلام. ميساج دفاع، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. لو في يوم الحق تاب والسكوت سكن البيوت، وتبدلت كل الحقايق والحلم قايل السقوط، والجاي ايه ما نعرفوش، ما تخافوش مهما كان الليل طويل والبرد عشش في الضلوع، واختفت منا المشاعر كل شيء صحى الدموع، والحب حلم ما بنطلوش، ما تخافوش. هو ايه معنى الحياة لو اتحبس جوانا صوتنا، لو اتقتل فينا الحماس بالخوف، حياتنا زي موتنا